الاتحادية الإسرائيلية. جد مسرور للنجاح الكبير التي عرفه دورة رمضان فود في طبعتها 24، مشاركة 60 فريق اليوم نهائي كبير، وكذلك مقابلة استعراضية وتضمن مع ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل تواجد أسماء رياضية معلوفة على غرار بلومي مغاري الشيف الوزاني، وكذا الدعم تاع السلطات المحلية. الأهم قبل كل شيء هو اليوم
كلنا مجندين وسنعمل لنجاح الألعاب العربية في جوية القادمة. واليوم شتوت تجاوب الشعب الوهراني مثلما نجحت الجزائر ووهران في الألعاب المتوسط وكذلك شان سننجح في الألعاب العربية، وهذه المرة ستكون وطنية عبر ولايات عديدة. الحمد لله الجزائريين والشباب اليوم فرحانين بهذا الإنجاز الذي قدمته الدولة في دير الملاعب الجيرة وتوفر القاعات الرياضية. شكرا شكرا للجمهور، شكرا لدعم السلطات المحلية، و 1 2 3 فيفا لجيريا. بعد على راديو تعرفوها تاع زهوة تبارك الله العظيم. هذا قبل العيد انا نسيتو هذا المنبر مساكين والناس اللي تفرج فيني خاصة راديو توجو زاهية وفيها رمي الباهية. بارك الله، هذا هو الهدف تاعنا احنا من الشعب يفرح، هذا هو الفيفا فرحان. نشكر المنظمين، نشكر مام الجمهور الوراني، نشكر هذو اللي كاع لي زيكيب لي جون الكبار اللي حضروا هذه الدورة الرمضانية، مام لي زوتوريتي وانا نشكرهم اللي وفوا عليها كوش. ان شاء الله ان شاء الله المزيد كيما هكا التألق، ان شاء الله من هذه الدورة نشوفوا ندوا اللاعبين الممتازين سواء في الشباب سواء بوكو بو سينيور بكري كيما هكا. دونك ماذا بيا تاني هذه الدورة اللي جاية تاع الدور العرب تاع لاجان غادي تلعب في وراني، تاني نشوف هذا الجمهور في الملعب يكون الجمهور غفير ويعاونوا هذا لاجان تاعنا باش يدوا راكم ان شاء الله، ونشرفوا البلد تاعنا الجزائر ونشرفوا المدينه تاع الوران، ونشكر المنظمين ونشكر تاني المسيو الوالي اللي ساهر واقف على مدينه وهران ان شاء الله، وان شاء الله يكون تألق المزيد وبوكو تيكسي ان شاء الله. صافي بليزير جينا هنا للدوره الكرويه لمنظمه راديوز هنا في البالي دي سبور. الحمد لله شفنا لاعبين كبار مثل الخضر بلومي، طارشي الفوزاني، بزرقه، وشفنا شوشاع وبوبكر وزكروت. الحمد لله هذه تشرف مدينه وهران خاصه في شهر رمضان المبارك، والحمد لله الدورات كيما هذه شغل صافي بليزير. الواحد يجي هنا يضحك ومنها يشوف بالون، يشوف اساطير ويشوف ويزيد يضحك، راك فاهم؟ والله سي ستان بليزير بور الدوره فاتت غايه ومليحه. نطلبوا ان شاء الله العام الجاي نعاودوا هنا في رمضان ان شاء الله، وكبرتوا بينا الله يحفظكم. كما نقول لكم الدور تاعكم هنا كبرتوا بينا وكاع الله يحفظكم كي يوقفوا كاع معانا. دور مقابلة كان بزاف صعيبة، إن شاء الله العام الجاي صالح خطر جاينا. كان لنا الشرف أننا نكونوا هنا في وهران الباهية، وصافي بليزير أننا نمثلوا ولاية شكيكدا، ونشكروا المنظمين على هذه الدورة، وإن شاء الله ما تكونش إن شاء الله يكون ديما نجاح، والحمد لله اللي رانا معكم، ونشكروا كل قائمين على هذه الدورة. Ich bin so mal.